كلكني الخوف، صوت عياط أمي بيعلى، الترحم عليه أصبح علي. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه. أنا مش ميت يا بكرين، أنا مش ميت، أنا مش ميت، أنا مش ميت. مش أتخيل أبداً أن يجي علي يوم وأمشي بدفتر ملاحظات وألم علشان أدون كل تفاصيل يومي. أمر شبه مرضي بالنسبة لي، كل يوم بيزيد عن اللي قبله. وباء بيجتاح نفسي ومالوش أي علاج مضاد. وباء أشد بالنسبة لي من كورونا مليون مرة. أسوأ حاجة ممكن تحصل لبني آدم أنه يصنع لنفسه شبح يخاف منه، انه يخلي عفريته هو الخوف، يخلي القاتل المحترف اللي بيطارده ليل نهار هو الرعب. وباء اشد من الطاعون والكوليرا وكورونا متجمعين، لما بيتفشى في عقل صانعه بيحول حياته لجحيم. كتابة المذكرات في السابق كانت بالنسبة لي لعبة سخيفة، مجرد تضييع للوقت، تفاهة ما بعدهاش تفاهة. كنت بضحك لما بسمع أن حد بيدون تفاصيل يومه واسأل نفسي، هو بيعمل إيه في يومه يعني علشان يدون تفاصيله؟ بيفتكر ولا بيجيب وقت للتدوين منين؟ لكن أنا دلوقتي لقيت أن أنا اللي كنت تافه أو مش شايف الحقيقة، لأن ما حدش بيشوف المشكلة كبيرة طالما مش مشكلته. محدش بيعيش الإحساس الصعب مكان غيره، وده خلاني دلوقتي أشفق على مصابي تدويني اليوميات. أيوة، أنا كاتب المذكرات بعتبرهم بيعانوا زي حالاتي. يمكن بصنفه مرض نفسي، مرض بينهش عقول صحابه وبيتسلل لداخلهم عن طريق شبح الخوف. أنا واحد من الملايين المصابين بسد بأحد شرايين القلب، لكني أكثرهم إهمالاً، ما باخدش الأدوية، غير منتظم وغير ملتزم بأي تعليمات طبية. أنا عايشها كده وخلاص، عايش لوحدي بعد ما تملكني إحساس بالبعد عن كل الناس. منعت زيارتي لأمي والأبوية والإخواتي، الفكرة بتتطور أكتر في عقلي. بعدت عن بنتي وعن مراتي، بقيت عايش لوحدي، إنسان مؤمل، كئيب، مريض نفسيا، منهك جسديا. ما كانش في سبب واضح لده غير اني خايف، عايز ابعد وبس، خايف احملهم فوق طاقتهم، احملهم هم واحد، مريض، ومش بس مريض، ده مهمل في مرضه كمان. خسرت كل حاجة تقريبا، هو تعبت جدا، فبقيت مضطر اخد الدواء، اخد الجرعة اللي الدكتور فرضها عليا بالإكراه، وما بتعملش حاجة. التعب بيزيد، خيالات كتير بتعدي قدامي، وشوش كتير أعرفها لكن الظاهر على ملامحهم ونظراتهم إنهم غضبانين مني. كنت نايم على السرير مش قادر أتحرك، وسامع ماما بتنادي علي باسمي، وبيتدخل مع صوتها صوت بنتي ومراتي. أطيافهم بتعدي قدامي، حركة معايا غريبة في الشقة. مديت إيدي جنبي وأنا مش قادر أتلم على أعصابي، الرؤية مشوشة وعناية مزغللة. مديت إيدي وأنا في حالة من اللاوعي، وأخدت جرعة تانية من الدواء لأن الجرعة الأولى ما جابتش نتيجة ساعتها. جسمي بيسيب، غمامة سودة بتحجب الرؤية عني، ما بقتش شايف بعناية، كل حاجة حواليا مهزوزة، شايف دوائر بيضة شبه الدخان بتصغر وتختفي على فترات وترجع تظهر تاني وتكبر. أنفاسي بتتكتم وبفقد السيطرة على نفسي، حرارة وسخونية رهيبة بتمتلك جسمي، العرق نازل مني زي البحار والمحيطات. شعوري وإحساسي بفقده تدريجيا، والوقت بيمر. فتحت عيني بعد الحالة دي وأنا جوايا شعور بالتحسن. استغرب الحالة جدا، لأن الإحساس ده كان إحساس كامل، وكأني فقت وتحسنت، كأني عمري ما كنت مريض.
شفت أمي على باب الأوضة واقفة وبتعيط وشاورت لي ومشيت. بعدها صوت عياط حد تاني وحد تالت. قمت من على السرير وبدأت أمشي في اتجاه الخروج من الأوضة، حاسس إن خطواتي بطيئة جدا، رجلي كأنها مغروسة في الرمل. ولما خرجت برا شفت أمي وإخواتي ومراتي وأهلي وبعض الجيران، وقرآن شغال في الراديو، وعند باب الشقة تلات رجالة، واحد منهم بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قولوا يا جماعة إنا لله وإنا إليه راجعون. ندخل فين عشان المتوفى؟ أبويا، أبويا مات، أبويا مات. محدش حتى بصلي ولا رد عليا. أبويا مات وأنا بعيد وغضبان عليا. أبويا مات وأنا في حالة النوم اللي كنت فيها. التلات رجالة اتحركوا ولقيت بيطلع من وسط إخواتي الموجودين أبويا. أبويا عايش، والتلاتة بيتجهوا ناحية أوضتي. مصدوم، مرعوب، متنح لدرجة إن أنا فقدت القدرة على التحكم في جسمي. قربوا عليا وحصل زي ما بيحصل في أفلام الخيال العلمي، مروا من خلالي كأني طيف أو شبح، كأني سراب شفاف. لفيت ورايا وأنا ببص عليهم، ولما لفيت شفت هم داخلين لمين. داخلين لجثة ممددة على السرير، جثة أنا عارف صاحبها كويس، صاحبها ذا اللي هو أنا. دخلت وراهم، دخلت وأنا حاسس كأني بمشي بانسيابية، المرة دي مش رجلي لازقة في الأرض ولا حاجة. صوت أمي وعياطها بيعلى، الترحم علي أصبح علني. الله يرحم، الله يرحم، الله يرحمه. كنت بسمع الترحم عليا وأنا هنا. أنا ما متش، أنتوا محدش بيرد عليا ليه؟ أنا ما متش، أنتوا مش سامعيني ليه؟ أكيد حلم كابوس صعب هصحى منه دلوقتي. فضلت أضرب نفسي بالألم، مفيش أي حاجة. أنا مجرد شبح. جريت على أبويا والناس اللي معاه رايحين ناحية سريري. فضلت أحاول أقرب منهم وامسكهم، لكن إيدي كانت بتخترقهم كأني سراب ودخان. لا حياة لمن تنادي. هم اللي مش شايفين ولا حاسين بوجودي. وقعت على الأرض على ركبي، فضلت أستغيث بربنا وبقيت أقول: يا رب يا رب، أنا مش فارق معايا موت، أنا كل اللي فارق معايا إنك تديني فرصة أخيرة. أنا محتاج أتوب، محتاج أغير من نفسي وأمحي ذنوبي. أنا محتاج أرضي أمي وأبويا وأضم بنتي ومراتي في حضني. يا رب أنا عايز أصلي، يا رب رجعني بس ولو يوم، أتوب أتوب يا رب بس. والله يا رب مش فارق معايا بعدها موت خلاص، بس أنا مش مستعد إن أنا أقابلك دلوقتي، مش مستعد خالص، مش مستعد خالص. واحد من اللي دخلوا مع أبويا بيقول: ادعي له يا حاج، ادعي له، هو محتاج الدعاء. احنا هنغسل دلوقتي وهنكفن. ودخلوا من بره بحاجات زي حلل فيها مية، وحاجات زي ورق شجر ريحته حلوة، وإزازة فيها زيت عطري. وبدأوا يوضوني. أيوه، نيموني في اتجاه القبلة وبدأوا يوضوني
وبعدها أو قبلها مش فاكر، بدأوا يغسلوا الجزء اليمين من جسمي وبعد كده الجزء الشمال. أنا واقف بشوف نفسي وأنا بتغسل، واقف بشوف نفسي وأنا بتغسل. اللهم طهره من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم وسع مدخله، اللهم اجعله من التائبين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم هون عليه ضمة القبر. لا لا لا، أنا مش هدخل القبر، أنا مش مستعد لدخول القبر ويتقفل عليا. لا لا، أنا ما متش، أنا مش ميت، مش ده الموت، أنا متأكد إن ده مش الموت، ده مش الموت. تجاوز عن سيئاته. اللهم اجعل له عن يمينه نورا، ومن أمامه نورا، ومن خلفه نورا، وابعثه آمنا مطمئنا في نور من نورك يا رب العالمين. اللهم آنس وحدته في قبره، وآمن وحشته في قبره، وآمن غربته في قبره. لا لا لا، يا رب يا رب يا رب، فرصة أخيرة يا رب، فرصة أخيرة، مش عايز غير فرصة يا رب. رجع يا رب يا رب يا رب، لا مش عايز اموت، مش عايز اموت، مش عايز ادخل القبر، مش عايز. أنا مش عايز ابني أحطه في وسط الميتين وأقفل عليه في الضلمة وأسيبه. ابني طول عمره بيخاف من الضلمة. قولولي حاجة أعملها يا حاج. يا حاج خلاص، هو بين إيدين ربنا دلوقتي، ما ينفعش اللي أنت بتقوله. أنا بقولك ابني بيخاف، قولي أعمل إيه. ما عنديش حاجة يا حاج أقولها لك غير إنك تدعيله. كلنا في الآخر هنترمي في التربة وفي الضلمة وفي وسط العظم، وهنبقى احنا كمان زينا زيهم، وهيجي بعدنا وبعدنا وبعدنا لحد ما نقابل رب كريم. ادعيله بس ربنا يثبته عند السؤال. ادعيله، ثبته، قوله يا ابني يا ابني. لقيت ابويا بيقرب من وداني وزي ما يكون بيقول لي رسالة. لما يجي لك الملكين يا ابني قول لهم ان ربك هو ربنا لا اله الا هو، وان سيدك النبي هو اللي بعث فيك، وان دينك الاسلام. قول لهم يا ابني الحاجات دي النهارده. يا بابا يا بابا، انا مش ميت يا بابا. الامر اصبح واقع، لازم اقتنع ان انا مت. ما كنتش اتخيل ان الممر اللي بيجي في الافلام، وان الحاله بين الموت والحياه، وان الروح تشوف صاحبها، ان دي حاجه حقيقيه. انا دلوقتي مجرد جثمان هينزل تحت التراب بعد ساعات، اللي باقي مني هيكون ذكرى وصورتين ثلاثه. اللي باقي مني هيبقى ذكرى، لكنها أسوأ ما تكون، ذكرى سيئة جدا، ذكرى ما حدش هيحب يفتكرها.
عربية الموتى وصلت يا حاج، خلصوا بقى علشان هنحطه في النعش ونطلعه. على عيني يا ابني ان انا اوصلك لقبرك بايدي، على عيني يا ابني، على عيني يا ابني. امي وقعت من طولها. ماما يا ماما انا اسف، بس انت اللي هتسمعيني يا ماما. يا امي انا مش ميت، اللي على السرير ده يمكن مش انا. ساعديني ساعديني، انا مش عايز امشي وانت غضبان عليا، انا مش عايز ادفن وانت غضبان عليا. اصحي يا ماما. امي فاقت وهي بتبكي، لكني فضلت شبح غير مرئي. ودخل اتنين تلاتة في الوقت ده كانوا بيلفوا جسمي بالكفن الابيض، وحطوا في وداني قطن وفي مناخيري، وشالوني. وحطوني جوا النعش وخرجوا بي من الشقة في طريقهم لعربية نقل الميتين علشان أروح لمثواي الأخير. إحساس مؤلم، مؤبد، حزين، مرعب. شايف نفسي ميت، شايف الناس عمالة تدعي، شايف الناس بتعيط وناس منهارة. شايف خطوات بسيطة بتفصلني عن اللقاء اللي أنا بهرب منه. الموت مش مخيف، المخيف إزاي هقف بين إيدين ربنا، إزاي هقابله، إزاي هتحمل حسابه. يا رب يا رب، فرصة يا رب، فرصة واحدة يا رب. خلاص الوقت فات على التمني. راحوا بيا المسجد وصلوا عليا. رحت على النعش اللي حطينه علشان يصلوا، وقربت منه وحطيت ودني جنب راس الجثة وسمعت دني ببكي. ورجعت في آخر صف ورا ورا كل الناس، ووقفت وصليت معاهم كأني بصلي على حد معرفة قديمة. كانت يمكن دي المرة اللي دخلت فيها المسجد بعد انقطاع سنين كتير جدا. ووصل الأمر للمقر الأخير، خرجوا الجثمان من النعش ونزلوا بيه على السلالم لدخل القبر، واختفوا بلعتهم الضلمة، ضلمة موحشة مخيفة. ريحة التراب في كل مكان، أصوات البكاء، النواح، الدعاء. اللهم طهره من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم وسع مدخله، اللهم اجعله من التائبين يا رب العالمين.
وبدأت أحس إن أنا بدوخ بدوخ، والأصوات بتبعد بتبعد، وسمعت صوت باب القبر وهو بيتقفل. فتحت عينيا، لقيت الدنيا كلها ضلمة حواليا، بس المرة دي أنا كنت في جسمي من جديد، مش الشبح ولا الطيف، أنا رجعت تاني، رجعت ودخلت جسمي تاني، وخرجت من هيئة الشبح اللي كنت عليه. ظهر نور من بعيد، جسمي متكتف. وسمعت أصوات من حواليا، همس مخيف مرعب، حتى البكاء ما بقتش قادر أبكيه، كل اللي على لساني سامحني يا رب 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 سامحني يا رب. سمعت صوت طرقعة باب القبر، وكأني في حد بيخبط عليه. حسيت بالأرض بتتحرك من تحتي، حسيت بالكفن بيتشد في الرمل وبيتغرس، كأني في حاجة بتشدني تحت الأرض، مش قادر أقاوم لأني متكتف. بحاول أخرج إيدي من الكفن، مش عارف. الحاجة اللي بتشدني طلعت فوق عن دماغي وبدأت تشد في راسي، تشدها تحت الأرض، تشدها أكتر وأكتر وأكتر. ومن عند اليمين، ومن عند الشمال، ومن قدامي، ومن ورايا، حسيت كأن حيطان القبر بتتحرك، بتتحرك في هدوء مخيف ومرعب، وبتقرب كلها من بعضها علشان تفترس الضحية، تفترسني. فضلت تقرب تقرب، يا رب يا رب يا رب. صوت طرقعة باب القبر تاني، واتفتح باب القبر ونور شديد دخل من جوه، خلاني اخاف اكتر. حطيت ايديا، قدرت اخرجها من الكفن، وحطيتها على وشي، حطيتها على وشي عشان ابعد عن عينيا الضوء الشديد اللي دخل عليا. ولما بدأت عينيا تاخد على الضوء واحدة واحدة، رفعت ايدي وانا خايف وحذر من اللي هشوف. النور كان جاي من فوقي، بدأت أحاول استوعب. ده نور كشاف، كشاف أوضة في مستشفى، وأنا على السرير. حوالي أبويا وأمي، وأنا مش ميت، أنا عايش. أيوة أنا عايش، لكني مش قادر أتكلم، ولساني تقيل. كل اللي أنا بعمله
إن أنا ببص لهم بس. أمي طبطبت عليا ودموعها كانت سابقاها، كأنها بتقول لي خلاص اطمن، مفيش حاجة هتتعمل تاني ومفيش حاجة هتحصل تاني. الحمد لله يا ابني، الحمد لله على سلامتك يا حبيبي، الحمد لله. أحمدك يا رب إنك رضيت الحياة في ابني من جديد، أحمدك يا رب. في الوقت ده دخل واحد من بره لبس لبس الطبيب، فعرفت أكيد إن هو. قال لي الحمد لله على السلامة يا بطل، ما تبقاش تاخد العلاج عمال على بطال كده، جرعات العلاج اللي موصوفها لك تاخدها بالظبط. وإيه اللي حصل؟ ده أنت بقالك 10 أيام في غيبوبة يا راجل، ده أنت بعد الشر يعني. مش خلاص مش هنقول بقى. يعني إيه؟ يا أخي ده أنت رحت كده ورجعت لنا تاني. ربنا يخلي لك والدتك ووالدك، كانوا بيموتوا هنا علشانك. والدتك كانت بتبات في الأرض جنب السرير، وأبوك كان بيقعد في الطرقة برا ماسك القرآن والمصحف وعمال يقرأ ويدعي لك. قد كده أنت كنت ابن بر بيهم، قد كده هما بيحبوك. الحقيقة ما عرفتش أرد على الدكتور ولا أقوله أي حاجة، كنت عايز أقوله أن أنا لا ابن بار ولا أعرف عن البر حاجة، كنت عايز أقوله أن أنا مقاطع أبويا وأمي من زمن، كنت عايز أقوله أن أنا تقريبا بزورهم في المناسبات، كنت عايز أقوله أن أنا حتى مؤخرا في المناسبات ما بقيتش أسأل عنهم، كنت عايز أقوله أن لما ماما تعبت كنت متضرر ومتأفف جدا من أني أتحمل تعبها، كنت عايز أقوله أني على طول بزعق وعلى طول لما بيكلموني بكنسل التليفون وبتهرب منهم، كنت عايز أقوله حاجات كتير جدا. فضلت في المستشفى أيام لحد ما استرديت عافيتي بالكامل. خرجت وأنا متعلم درس مهم جدا، درس إن أنا كنت خلاص انتقلت للعالم التاني ورجعت. الله أعلم ده حصل فعلا ولا ده كان مجرد رؤية أو تجسد علشان أفوق من اللي أنا فيه. أنا جيت النهاردة علشان أحكي لكم التجربة وأنقلها لكم بالظبط، لأن مش كلنا هنتعرض لنفس التجربة، احنا بنتعرض للواقع على طول. خدوها مني، خدوها من واحد زي ما بيقولوا كده شاف الموت بعينيه، قربوا من ربنا اكتر، استغفروا عن كل حاجة غلط بنعملها لأن كلنا بنغلط. أما أبوك وأمك عيدوا حساباتكم، عيدوا حساباتكم علشان دول اللي فقدهم الخسارة الأبدية.